منو هي؟ يا برحمة مين في كمان ما تبعثش الحبس. والله والله راني نسرق من الزز وبلوس انا راني اكثر وحده نتبع فيك ونتبع في لايف ويتك ونشجع فيك. سر هو انت نظمي تغزي انا نخدم في بوست حساسه برشا كي نخرج الخبر هكا ولا هكا تصير لي مشكل. واضح سي باتمان ورس ولدي مروان وشكون مايك تايزن اللي معاك هذا؟ يا ودي نقص بلاد فضليك يا سي حاسم هذوما من جماعه المركز نتاعنا وشافوا سارق طلع البلاص. السهريه نتاعي الطاوله تبدا لهنا توفغاتي هاي لاديسيون مينيموم 10 ملايين انا هذا كله فيه مع الكورونا. انت عندك هم بات باش نقول للطفله راني نحبك عندي عامين ما نجمش خوك. نظمي يا خويا انا ونهاء مجرد زملاء كهو نحبها يا نظمي نحبها. هاك معايا سي حازم خرجي البقوس اللي فيك وسيبني روحك. باب 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 بلا وهرة سي حازم. الله لا تربحك يا نظمي. المبوتياج هذا كله لعيد الحب مريكل ديجا حاضر لكم البات لكم بالمرصاد واحد واحد وين الحب سي بو جاونا به الا نسيو اللايف. ولا جمهور البات تحياتي حبيت نشكركم وديما نشكركم على مساجاتكم وتعليقاتكم اللي قاعده توصلني بعد كل حلقه. كما تعرفوا اليوم 14 فيفري عيد الحب سان فالونتان ما نجمش يتعدى مرور الكرام على البات اللي هو موضوع الحقيقه يقلقني برشا وانا ما نحبوش. انا نستغرب كيفاش اليوم في 2024 مجتمعات تطورت وطارت للسماء واحنا ما زلنا شادين الصف ناخذوا في دبدوب احمر ووردة حمراء. يا اخي وين عاداتنا وتقاليدنا؟ وين هالعايد نتاعنا اللي تربينا عليها؟ وين الحشمه؟ وين الرجوليه نتاع قبل والشهامه نتاع قبل والشلاغم المبرومه؟ وين السفساري ومريول الفضيله وعوره الكسكسي والحاجات اللي كبرنا عليها ملي احنا صغار؟ هذا الكل تبدل ولات المحبه بين الكوب المربوطه بين دبدوب احمر ووردة حمراء. لازم العلاقه بين الكوب تكون مبنيه على القناعه مش شنو اعطيتني وشنو اعطيتك. نشوفوا قدامنا في اللايف 15 كان جات مريم الدبابه رقم 10 ملايين مش مشكل المثابره تجيب. كما كنت نحكي لكم شباب انا نستغرب من عزلوك طوله 2 متر وشلاغمو قول كابل تريسيبس. الباب ما يخرجوش شد صف باش ياخذ دبدوب احمر. البات لكم بالمرصاد للعادات والتقاليد اللي لاهي من مجتمعنا ولاهي تبعتنا. واي حاجه هكا انا باش نكون اول انسان نتكلم. كان معكم اقوى صانع محتوى في تونس البات من الكهف السري. باي. الو وي وسيم سافا هابي فالنتاينز دي. ها بابا اوكي سي بون ركحت لك السيرفور عاد بعث لك كل شيء على الميل. اسمعني الوس اخي نهى موجوده اليوم في البيرو؟ لا 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 نسالوا برا خاطر عندنا كونف كول من بعد وحبيت نشوفها موجوده ولا لا. باهي هاي عايشك يا وس. هاي عايش خويا تو نكلمك من بعد. هاي هاي سيس روحك ميرسي با واك شريد سي بون الجو مريق. الجو كل هين قاضيه كل جبتها اللي وصيتك عليها تبيع هكا الورد والشوكولاته فهمني وجبت لك حاجه تحبها وتموت عليها تلنا تلي ليبيدور. الله خير عاد كيما جبتهاش راني جبت لك عينيك. هما سي حازم فما مشكل صغير لقيت لك دبلوب اما قهاوي. قهاوي؟ انت مش جلطني هذا مش قتلني سان فالونتان جايب لي دبدوب بوني شنو نعمل بيه انا هذا؟ لا سي حازم يا اخي تسخبني سيدي تيت انا هاني جبت لك البومب هذي باش تدعم به وحمرة زاد كون في كون مازالوا له درجين باش نقعد نفشفش انا توا برا 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 خرج علي كشرود برا راك جلطني برا خرج. سي حازم هاني خارج اما بلي نقول عيد ميلاد شكون هذا مش قلت لي انت وحدك؟ عيد ميلاد قرحي انا كشرود باهي برا خويا هات هات الفشفش وهات الدبدوب وهات القضيات وبرا برا خرج برا 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 حتى انا الغالط معمر على واحد بهيم كيفك. ها
حبي يتبدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد فكري خونك كيف ما خنتي لكن قلبي يحبك انتي ولا سيدي عدى روحه هو من الاول صحيح جا قهاوي اما تو هو احمر باهي مريقل تشبك لصقت تشبك لصقت حط انتي كيما نوهي ما تطوعش يا نوهي يزيني مسكت يا حازم يزيك مسكت تكورج كورج اليوم لازمك تكورج ما فماش احلى من نهار هذا تصارح الطفله بحبك ليها عيد الحب والله نحبك ورحمه بابا نحبك اقسم بالله عمري حبيت طفله في الدنيا قدك هكا لازمني نكورج اليوم ونصارحك افهم حل مخك وافهم اني انا نحبك شبيك ما حبيتش تفهم نوهي مادامنا وحدنا توا انت هات بوسه هات بوسه اياه اقعد غادي نجي ليه عاد يا شومك تربح يا كشروت تطلب في عسكر توقتو الله 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 قلت لي أهلا حازم شنو أحوالك؟ أهلا نهي لاباس هاك محفلها وعامل ديكور متاع سان فالونتان صحة يا خويا صح كل مناسبة وانا نعطيها حقك هاو لازم لازم ماك تعرف صح عليها سعيدة الحظ مقوى سعدها يا سيدي هي من ناحية مقوى سعدها مقوى سعدها غير بركة هي ما هيش مركزة راوك هاو شوف حازم قبل ما نبدأ نحكي في الخدمة هاو نقول لك ميرسي على خاطرك قداش مرة تقف معايا كل ما تصير هكا مع العروفات بالحق tu as toujours été trop gentil معايا ربي كثر منك زملاء زملاء حسسني عيد حب في الجورجانية حازم تنجم تقولي فاش تمتما تنجم تغزلي كي تحكي معايا لا 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 شي شي فين اخمال هكا كان ماكش ليه تدخلي ونخذوا الكافكا مش حكيت مانيش ليه ولا ليه جوست هكا قمت الصباح اليوم كرومتي معنوزة شوية فهمت اما اسمعني نو هي بحكم اللي هكا اليوم عيد حب قلت كان فما بوسيبيليتي نبعدوا الخدمه شويه على جنب ونحكيوا هكا في سيجي داكتواليتي على سان فالونتان تسالني شويه اسئله نسالك شويه اسئله اسمعني حازم سيسو فالنت ماكش ليه من قبل ما تلفت الغادي هاي صباح الخير تعالوا نحكيوا غدوة يا بنتي لحظه لحظه ما تعلقش لحظه شنو هذا اللي عاملوا في وجهك فازم تاع سان فالونتان هكا نوها هكا نوها تضحك عليا تضحك على مرضي عمرك ما سمعت بحال اسمه البوزوغار انت على مربي بحالي يعني. كمش على خاطرك انت نبث مالديا اما ما حبيتش نعطل لك خدمتك اوه يا لطيف على خي يا اخي البوزوغار هذا مش مرض نتاع صغاره يلا غالب فما نتجاه في الصغر وفما نتجاه في الكبر وانا جاني في الكبر لحظه لحظه الرافي حاجه وللاسف الشديد يظهر لي يظهر لي مقرصه قرطيسه نتاع سان فالونتان كادو هذاك وي وي ماكش غلط سي بيان كادو يا خساره المبيب والدهن كان جيت نعرف اني خليت الدبدوب قهوي كيفاش تحكي حازم؟ لا 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 شي 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 نحكي وحدي وانت جدت عليك انا متاعي تحب ومتاع كادوات يا بنتي هذا الديكور ترى فيه كله شفاف خذوهم من صاريت راس العام راه غير ما لقيتش وقت باش نحاه قالوا حب وقالوا حبني وحبك وكادوات حازم سامحني باش نعلق جاني كليون وانت ظاهر فيك مريض تو نكملوا نحكيو غدوه ايا ان شاء الله باي في الامان تربحك يا كسروت قال لي دبدوب قهوه وينو هو طيح عليك بدك تعملها فيا قهاوي هكا كل كل سي حازم هاو جاني برجلي باش نتكي بحذيها توا هذا ادخل اهلا بسي حازم واش بيك يا اخي شم امشي كشرو دنجس سي حازم قعدت في قلبي حكاية الدب القهاوي عملت دوره وعاكله في الفريب شفت لك الارنب الدرع يا ذايا هكا قصلي وذيه ايه توا يولي يدب شنو رايك كان انت نقصلك ساقيك باش ما عادش تطلع لي اخرج عليا كسروت برا اخرج ذي ميساج اخرج منك يا سي حازم اما برجولي يقول عيد ميلادكم
عيد ميلاد اخش. الدرعي والقهاوي كل نهار تزلطر ومكلبين كسرو تنوريك فيه كيفاش. هاي لحظة اليوم قاتل عاود تفرج في العازب على نسمة play.com